ايه كنت بالديوانية ده كم المعاملة العبار بغرفة الخطاب. تحياتنا للديوانية. تحياتنا لهم شلف كل العراق. ابو اي والله على راسنا. ابو شهد صديقي قال لي هاي نكتة حقيقية هسه يداوم بالإقامة. يقول فد يوم انا بالجنسيه وازدحام علي كتل جنسيه مال الديوانه كلها كتل كلها تريد هذه الاختام الاختام وياي وكذا وهذه. يقول رقد لي بس 3 دقائق روح للحمام. انت لفت. يقول رحت للحمام. يقول الحمام شرقي. يقول انا قاعد معامله مدت من جوا الباب. واعمل والدك ما طول ما اسمع.